بعد أكثر من 10 ساعات من المقاومة والاشتباك أمطر خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، سطروا خلالها ملحمة جديدة. انسحب جيش الاحتلال يجر أذيال الخيبة والفشل والهزيمة ومعه آلياته العسكرية المعطوبة، وخلال 10 ساعات حاول جيش الاحتلال المدعوم بعشرات الآليات العسكرية والطائرات جر آلياته العسكرية تحت زخات من الرصاص، فيما يعتبر مشهدا يتحدث عن نفسه بنفسه، ويقول إن محاولات الاحتلال السابقة للقضاء على المقاومة لم تفلح ولم تجدي نفعا، وأن المقاومة لم ولن تنتهي أو تموت. وللحديث أكثر نستضيف المحلل السياسي والميداني نزار نزال. يسعد صباحك سيد نزار وأهلا بك. صباح الخير أخت هديل من جنين. تحياتي لك وأهلا بك. يعني ما مغزى استخدام طائرة أباتشي خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها يوم أمس؟ يعني هل لهذا دلالات معينة؟ يعني لا سيما وأن الاحتلال لم يستخدم هذه الطائرات يعني منذ الاجتياح في العام 2000. يبدو أنه العملية العسكرية اللي قامت فيها دولة الاحتلال يوم أمس في جنين لم تكن لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي معلومات دقيقة، وكان عندهم إخفاق كبير لحجم المقاومة ولأدواتها التي تطورت في الفترة الأخيرة. ويبدو لي أن استخدام طائرات الأباتشي التي لم تستخدم منذ أكثر من 20 عام لها دلالة كبيرة على حجم المقاومة وعلى قوة النار وعلى طبيعة المقاتلين الذين فعلا سطروا يوم أمس ملحمة بطولية ضد هذا الاحتلال الغاشم، ولم تكن لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي معلومات دقيقة عن ما موجود في جعبة المقاومة في مخيم جنين، واستخدام أدوات جديدة أكثر فتكا يدل على حجم المقاومة الشرسة التي واجه جيش الاحتلال في جنين ومخيم جنين ومحيطها يوم أمس. نعم، يعني كيف يمكن ومن الممكن قراءة المشهد في مدينة جنين؟ يعني ما حدث لم يكن سهلا على الاحتلال أبدا، يعني والصحافة العبرية ضجت وكتبت الكثير عن هذه الخيبة وعن هذه الهزيمة المعنوية، وفي جنين شهدنا أيضا تطورا كما ذكرت نوعيا في العمل المقاوم من حيث الدقة والقدرة أيضا على إيقاع الخسائر. يعني بدون أدنى شك الاحتلال حاليا في صدمة، والمقاومة في جنين تتطور وتزيد فاعليتها وتأثيرها، والمقاومة في جنين فعلا فاجأت قادة الاحتلال. إسرائيل تحتاج حاليا إلى عودة خطوة إلى الوراء لتقييم ما حصل واستخلاص العبر. كان هناك نكسة أمنية لجيش الاحتلال ولطمة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي وإخفاق أمني واضح. العملية الأمنية الإسرائيلية في جنين يوم أمس كانت فاشلة بكل المقاييس. ما حصل كان مختلف من حيث الأدوات من كلا الطرفين والمدة الزمنية التي استغرقتها. لن تسمح إسرائيل بوجود غزة في شمال الضفة الغربية، وأنا بتقديري ستكون هناك تأزيم كبير والمرجح عملية عسكرية كبيرة. القناة 13 العبرية يوم أمس قالت أن عملية موسعة في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين مسألة وقت. هذه جنين الجميلة الشرسة على موعد مع النار. المسألة مسألة وقت كما قلت. بعد انقشاع غبار المعركة إسرائيل تركز الآن على الإخفاقات وهي في حالة من الذهول، وبتقديري وباعتقادي أن المستوى السياسي والعسكري حاليا لدى الاحتلال يقوم بعملية تجميع للمعلومات، لأنه لا يمكن أن تسمح إسرائيل لشمال الضفة الغربية أن يتحول إلى 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 بؤرة من المقاتلين، وهناك تقارير تفيد أن أعداد المقاتلين في ازدياد، وأن الأدوات التي تستخدمها أدوات إلى حد ما مؤثرة. وأنا امبارح شاهدت أحد الفيديوهات لكتيبة جنين عن طبيعة العبو الناسفة التي استخدمت. نعم. وزنها 40 كيلوغرام، هذا ليس أمر بالسهل، وهناك بنية تحتية للمقاتلين والمقاومين موجودة من خلايا هندسية تقوم بتصنيع. هذا لن تسمح به إسرائيل، وباعتقادي أن المرحلة القادمة مرحلة مليئة بالنار،
وإسرائيل ستؤزم الموقف خلال الأيام القادمة، ولن يقتصر الأمر باعتقادي على جنين. يبدو أن كمان نابلس وطول كرم ستكون في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. نعم. سيد نزار، ما السيناريوهات المتوقعة خلال الأيام القادمة؟ يعني باعتقادك هل بأن الحالة في الأوساط الإسرائيلية ستبقى كما كانت عليه فيما يتعلق بالتحديد بشن هذه العملية العسكرية في جنين بعد ما حدث يوم أمس؟ أنا باعتقادي أن إسرائيل كما قلت لن تسمح أن تبقى الأمور هكذا. نعم. وهناك سيناريوهات اثنان، الأول بقاء الأمر على ما هو عليه مع تكثيف الاجتياحات اليومية والليلية باستمرار واعتقال واشتباكات ثم خروج، وهذا السيناريو غير مرجح في الوقت الحاضر. القادة في إسرائيل، القادة الأمنيين من عدة أيام وأسابيع بيتكلموا عن حملة عسكرية موسعة كبيرة تستمر عدة أيام، وهو الآن أصبح مرجح في ظل وجود إمكانيات. القضية لا تقتصر على إطلاق نار على مصفحة، القضية اليوم تتكلم عن نوع من أنواع العبوات وهي اسمها تامر حسب ما أنا فهمت من التقارير، ومؤثرة إنها تنفجر في 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 ناقلة جند من أقوى الناقلات التي صنعتها دولة الاحتلال، وتصيب عدد كبير من الجنود وتتسبب في إبقاء قوة محاصرة داخل مخيم جنين لأكثر من 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، وتدخل مروحي وتدخل F-16 كان F-16 في سماء جنين. هذا يدلل على أن المرحلة المقبلة، وباعتقادي وأكاد أكون جازم أو أراها بعين الآن، هناك حملة عسكرية كبيرة. إسرائيل حاليا عادت إلى الوراء قليلا وبدأت تجمع المعلومات، والقرار قد اتخذ، والمسألة مسألة وقت بسيط، وستقوم إسرائيل بعملية عسكرية موسعة تتركز في جنين ومحيطها، ومثل ما حكينا ممكن تدخل بعض المناطق، لكن التركيز سيكون على مدينة جنين وبالذات مخيم جنين. نعم. يعني سؤالي الأخير والأهم، يعني أن عددا من المحللين يتوقعون أن يذهب الاحتلال لتنفيذ اجتياح لشمال الضفة الغربية كما ذكرت أيضا قبل قليل، ولجنين بالتحديد، يعني من أجل إعادة الثقة للناخب الإسرائيلي، اليوم ما هو المطلوب لتعزيز الرهان على الشباب المقاوم في شمال الضفة الغربية؟ يعني إسرائيل يعني قاربت على 80 عام من الاحتلال، يعني وإحنا يعني مجرب، يعني الشعب الفلسطيني جرب على مدار 80 عام، وإسرائيل لم تستوعب أن الاحتلال المباشر لم يعد مقبولا في العالم. لم يعد هناك احتلال مباشر على الأرض. اليوم أنت بتتكلمي عن قوات عسكرية موجودة على الشوارع، على الطرقات، في الأحياء، هذا لم يعد مقبول. إسرائيل لن تستطيع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكل جيل له أدواته. والقضية إذا بنرجع لآذار 2002 كان هناك اجتياح ومعركة حامية الوطيس في جنين، وبعد ذلك الأمور خمدت، ولكن نعود بعد 20 عام 21 عام ليظهر جيل جديد لا يعرف الموت ولا يعرف الخوف وهو قادر فعلا، وأثبت امبارح، لأن عملية الأمنية اللي قامت فيها إسرائيل امبارح في جنين هي مختلفة تماما وفاجأت الجميع، والناخب الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي حاليا يقف متسائلا. وأنا تابعت الإعلام العبري ولاحظت أنه هناك تساؤلات كبيرة عن كيفية إنهاء هذا الوجود المسلح الذي يضج مواقع العدو يوميا. وإسرائيل لم تقوم بعملية عسكرية لأنها تهوى القتال، فهم ليسوا بهواة قتال وجها لوجه، هم يقصفوا من بعيد، يقتلوا من بعيد، ولكن كتيبة جنين والمقاتلين يوميا يمطرون المواقع العسكرية الإسرائيلية والمدنية المحاذية لجنين كالجلمي وسالم وغيره بصليات من الرصاص، وتنفيذ عمليات قرب يعبد قبل عدة أيام قتل
ضابط الأمن وإصابة عدة من الجنود قبل عدة أيام، هذا يدفع الإسرائيليين لتنفيذ عملية عسكرية من أجل تعزيز الثقة لدى الشارع الإسرائيلي ومن أجل رفع أسهم اليمين القومي المتمثل بنتنياهو وحلفائه في أي انتخابات قادمة. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا أود شكرك المحلل السياسي والميداني الأستاذ نزار نزال، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.